بداية من داخل نادي الزمالك ناخد زميلنا العزيز المميز مراد أبو جلال، مراسلنا من قلب ميت عوضة، نعرف منه الجديد داخل مدرسة الفن والهندسة. يا مراد، نهارك أبيض، وماذا لديك اليوم في ميت عوضة قبل المواجهة المرتقبة بالغد أمام الترجي؟ صباح الخير عليك زميلي العزيز المتألق دائما وأبدا أحمد علي. صباح الفل على جميع مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. بالفعل يا أحمد، من هنا من داخل نادي الزمالك ويتجدد لقائنا الصباحي ونبض 100 عقبة، واللي بالتأكيد يا أحمد لا صوت فيه يعلو فوق صوت المواجهة الهامة والمرتقبة بين نادي الزمالك ونادي الترجي التونسي غدا إن شاء الله في إطار مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. تأكيد مواجهة لا تقبل القسم على اتنين، مباراة فاصلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يمكن جمهور نادي الزمالك منتظر الكثير والكثير من لاعبي نادي الزمالك غدا إن شاء الله في إحراز 3 نقاط ستكون هي طوق النجاة في طبعا المجموعة الصعبة اللي طبعا والموقف الصعب اللي موجود في نادي الزمالك في المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. بالتأكيد يدور حديثنا الفني طبعا مع كابتننا طبعا كابتن عادل الدسوقي نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنه الفنيه بنادي الزمالك. صباح الفل يا كابتن عادل، بعد تحيات زميل العزيز احمد عادل. صباح الخير عليك يا مراد، صباح الخير عليك يا احمد، صباح الخير على كل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. صباح الفل عليك يا كابتن. يمكن زي ما انا قلت بالتاكيد مواجهه فاصله لا تقبل القسم على اتنين، بالتاكيد الزمالك بيستعد استعداد قوي لمواجهه الترجي بكره ان شاء الله يا كابتن. مباراه لابد من الفوز فيها، لابد من احراز 3 نقط. لنا يا كابتن شايف المباراه تمشي ازاي بكره؟ الحقيقه انا يعني مباراه الترجي بكره خلاص يعني دي عنق الزجاجه، دي ده الامل الاخير الباقي لنادي الزمالك ولاعبين نادي الزمالك، ولازم نعرف ان الكوره في ملعب اللاعبين والمدير الفني، ولا تقبل القسم على اتنين. الترجي عنده 9 نقط متصدر المجموعه، الهلال 4 نقط، المريخ يا كابتن المريخ 4 نقط، البلوزداد 3 نقط، الزمالك نقطه. لا زال الامل موجود في الملعب، فوز الزمالك على الترجي، فوز الزمالك على المريخ، في بلوزداد هناك ان شاء الله يقدر كمان الزمالك يفوز، الترجي فاز على البلوزداد هناك في الـ في الـ في, في, في الجزائر. كل حاجه موجوده، الامل موجود، بس الامل ما بيتحققش الا بالروح، الروح العاليه والاصرار والـ 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 والقدره البدنيه العاليه وحب الفريق والتضحيه في الملعب، هي دي مفاتيح النجاح. يعني احنا الحمد لله ابتدينا نستعيد قوتنا وابتدينا نقف على رجلينا. الترجي مش هو الفريق اللي هو نخاف منه، او الترجي كسب الزمالك بهدفين غلطتين طول المباراه، حارس مرمى ومدافع. الغلطات وارده، لكن لما بيكون مباريات قويه وبتحدد مصير لازم يكون التركيز فيها عالي، وتكون فكرك وتركيزك واهتمامك كله بالمباراه، شيل كل المشاكل الخارجيه عن ضغوطاتك. لازم تثبت لجماهير نادي الزمالك ونادي الزمالك ان انت جيت للزمالك بسبب قدرتك على ان انت ترتدي في نادي الزمالك. هو ده الـ 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 ده الـ الحاجة الوحيدة اللي جميلة الزمالك ان هي هتفرح بيك وتستقبلك وتعيد تفكيرها في قدراتك. كابتن عادل، لو هتكلم مع حضرتك فنيا كده كابتن، في نقطة في غطل الأهمية نادي الزمالك بيواجهها في الفترة الأخيرة، وهي عدم إحراز أهداف أو العقم التهديفي. من وجهة نظرك الفنية، إزاي إن احنا نحل اللغز ده، وإزاي إن احنا نقدر نوجد كثافة عددية، إزاي إن احنا نقدر نوصل للجون بشكل أكبر، لأن المواجهة خلاص ما فيش أي مقاطرة، لازم إن أنت تكسب الماتش ده. لازم يكون عندنا لاعبين في نص الملعب قادرين على الوصول بالفريق لمنطقة الهجوم والمساعدة والمساندة. احنا بنلعب دلوقتي الكرة الطويلة من ورا لقدام، لان ما عندناش لاعبين قادرين على ان هم يعملوا كرات عرضية، كرات طويلة، كرات بينية او يكملوا ويساعد المهاجمين. فاتمنى من مستر فريرا ان هو يكون لعب لاعبين يعني في خط الوسط بالذات، يعني يكون قادرين ان هم لاعبين مهاريين، يعني لاعب مهاري هو بيقدر يتحكم في رتم المباراة،
لاعب زي مثلا فاروق جعفر، زي حسن شحاته، اللاعب المهاري اللي في وسط الملعب العالي ده هو اللي بيقدر، امام عاشور، يعني دي اللاعبين المهاريين العاليين اللي هم يقدروا يوصلوا بالفريق ويعملوا جمل خططيه ويدعموا المهاجمين. فلازم مصر في رايي يكون عنده الحلول ان هو يقدر يوصل بالفريق للهجوم. بعدين في لاعبين في الملعب بحس انهم بقوا لاعبين فرديين، يعني بيلعب لوحده، بيلعب لنفسه. يعني مصطفى شلبي بيروح ناحيه الشمال واخد الكره، بيروح لوحده، ملوش اي علاقه باي حد، ما فيش تعاون بينه وبين لاعبين خط الوسط، فيش تعاون من كله هجمه انه ياخد الكره يفضل يجري على الخط وتتقطع منه وترجع لزمان. فاتمنى برده من زيزو، عايز زيزو بتاع زمان، زيزو المتعاون، زيزو اللي بينزل نص ملعب، زيزو بيروح مهاجم، زيزو بيروح صحاربه، يعني يكون في بينه وبين المهاجمين وخط الوسط تعاون، عشان نقدر نوصل للمهاجمين ان شاء الله. كابتن طبعا عشان وقتنا طبعا بنشكرك جدا، وان شاء الله كل التوفيق للزمالك بكره ان شاء الله. طبعا انا كنت اتمنى يكون وقت اطول من كده، لان انا بنتكلم وراه بحجم الترجي التونسي، المفروض يكون وقت متاح اكبر من كده عشان نقدر نوصل يعني صوتنا للجماهير والمسؤولين. بس لازم برضو نوصل لنحيي كابتن محمد صلاح نجم منتخب مصر على الطفره الكبيره اللي عملها لكل كل الكره المصريه. اكيد يا كابتن، مشكورك جدا كابتن عادل، نورتنا. اشكرك.